أهلا بكم مستمعين الأفضل. فقرة الصحة لليوم دكتور رشيد بن عمي أخصائي في الطب العام بمدينة سلا غادي تحدث لنا على أثار الحرارة وأشعة الشمس على الصيام، وخصوصا الناس اللي النوعية ديال العمل ديالهم كتحتم عليهم تعرض للشمس طيلة النهار. اليوم غادي نتحدثوا على طرق الوقاية من مخاطر الشمس خلال شهر رمضان. دكتور صباح الخير. صباح الخير. بارك الله. أش أخبارك دكتور؟ لاباس عليك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك دكتور على وفائك معنا. طيب دكتور، أكيد أن التعرض المباشر الحرارة كيؤدي لأضرار كبيرة، خصوصا فصل الصيف اللي كتكون الشمس حارة، ومع رمضان أكيد أنها كتأثر شوية مع الصيام. نعم، إلا سمحتوا لي، كانت واحد بالأمس كانت مستمعين سولوني على شي أشياء في البرامج اللي فاتت. نعم، كاين بس باش نمكن لي نشرح لهم شي حاجة بهم. نعم تفضل. كان واحد اتصل بيا قال لي واش لي زاباري يعني الآلات اللي كيعبروا بها الطونسيون، نعم، واش كلها متساوية كلها بحال بحال؟ فالجواب هو أن الآلة اللي كيتاخذ بها الطونسيون في الدار هي مهمة ومحببة وخصنا تكون عندنا دائما، وكيكون بها القياس دائما ومستمر، والإنسان فين ما حس بشي حاجة كيقيس به. نعم. فما هي الآلة اللي هي تحتاج الإنسان؟ هي اللي كتاخذ بالذراع. نعم. لأنها بالذراع ديالو ما كيكونش واحد التغيير بزاف بين العدد والعدد. كاين يعني الآلة الأخرى اللي كدار في المعصم، يعني في البواني حدا البلاصة ديال المكانة. نعم. هذه كتغير بسرعة. يعني ما نعتمدوش على ديال البواني. البواني بمجرد بك تحرك يديك إلى الأعلى أو إلى الأسفل أو أنك كتغير أصابع ديالك كتغير مستوى ديال الضغط الدموي. نعم. يعني اللي غتعطيك هي القياس ديالها. فمن الأفضل أن كاع جميع الأوساط الطبية اللي في العالم كامل كيحبدوا ديال الذراع. هي نعم. المهمة. السؤال اللي كان من الثاني هو سولنا واحد المستمع قال لك الحركات الرياضيه اللي درتو اللي قلتو لينا ما فهمناهاش مزيان. فمن الافضل الحركات الرياضيه، احنا كنا يعني نفضلوا كون كانت يعني في برنامج في التلفزيون باش الناس يشوفوا رؤيه مباشره، ويكون شي برنامج ديال نصف ساعه يكون فيه بحال الحركات الرياضيه للناس المصابين بالامراض الكثيرة. نعم. يعني القلب، الشرايين، الضغط الدموي إلى آخره، كتكون مخصصة صحية وتكون فترات ديالها باش الناس كيتبعاتها في البيت ديالو، يمكن يدير حركات مع شاشة التلفزة وتكون مرتاح، وتكون واحد هو اللي يتحكم في ذاك يعني ذاك الوقت ديال الرياضة باش كيقول ليه ارتاح، شرب الماء، فعل كذا إلى آخره، حرك يديك، ديركم إلى حسيتي بهذه دير هذه، يعني كيكون واحد التوجه، وهذه يعني غتعطي نتائج أفضل. ولو تكون جوج ثلاثة أربعة المرات الناس هذه يفهموها مزيان. هذو هما الأسئلة. كاين سؤال آخر، الناس اللي قالوا لي واش البرامج اللي كديروا ما عندناش كيفاش نشوفوها؟ عندنا واحد لاباج ديال القافلة الطبية صداقة بلا حدود الختان، بهذا العنوان كيدخل الإنسان غيلقى جميع هاد البرامج اللي درنا موجودة فيها. وكذلك فتحنا لهم واحد المجال أن كل من أراد أن يضع سؤالا في هذا المجال طبي أو يعني في الوعي الطبي والصحي يصيفط لنا السؤال ديالو غيلقى الجواب ديالو داخل يعني لاب في الصفحة الإلكترونية. نعم مشكور دكتور على هذا. نعم هذا كنقدمه من أجل الإنسانية ومن أجل أن هذا يعني الوعي الطبي يمر لجميع الناس ويتعمم عند جميع الناس ويكون عندنا واحد المستوى ثقافي وصحي أفضل. الله يجازيكم بالخير دكتور. بارك الله فيك. لالا بالنسبة للموضوع اليوم هو الحرارة. نعم. كنعرفوا بأن الناس من كيكونوا كيصوموا في الشتاء يكونوا مرتاحين، ولكن كيجي الصيف وكيجي شهر 7 وشهر 6 وشهر 8 كيكونوا الناس مضطربين. نعم. وكاين الناس اللي كيسالوا تيقول لك حنا كيجينا مره في العام ولا مره في 11 عام ولا مره في 3 سنين هاد الموجه الحراريه وكنصوموا فيها، ماذا بك الناس اللي في الشرق اللي عندهم دائما الموجه اللي عندهم الحراره كتعدى 50؟ هنا غنوقفوهم باش نبداو ان الاجساد والانسان ان من شخص لشخص لا ليست متساويه وما ليست متشابهة، وحتى الظروف العيش التي نعيشها ليست بظروف العيش التي يعيشونها، وأن المناخ الذي نعيشه ليس نفس المناخ الذي يعيشونه، أنهما عندهم الحرارة وعندهم اليوم كغدا كي بعد غدا يعني يوميا عندهم نفس الحرارة نفس اليوم كيتردد، أن الإنسان كيتأقلم مع هذه الحرارة ديالو كيولفها وكيرعمسان معها ويعيش فيها عادي وكيصوم فيها عادي. حنا لا عندنا التغيير ديال الأيام، الصباح تيكون مناخ، في مع الظهيره مناخ، في المساء مناخ،
الجسم عنده بزاف تغيرات حراريه. نعم. هذه خصني نطرق من الانسان باش ما بقاش يعتمد عليها كاعتماد غير واقعي. الحراره كيتعرض لها الانسان في جوج ديال العوامل، اما يكون خارج البيت او خارج الاماكن اللي هي مغطاه مغلقه او داخل الاماكن المغلقه. وكاين تصنيف ديال الناس اللي كيعملوا في الاماكن الغير مغلقه والناس اللي كيعملوا في الاماكن المغلقه. بالنسبه للناس اللي كيعملوا في الاماكن المغلقه الغير مغلقه هو في الهواء الطلق، كنعرفوهم كلنا، كنعرفوا بان البلد ديالنا تبارك الله شاسع وفيه الفلاحه بزاف. نعم. يعني جميع الناس اللي خدامين في المجال الفلاحي كيكون عندهم خطر التعرض لاشعه الشمس. هذا تيكون عنده اشعه الشمس ماشي الحراره. نعم. هي اللي كتكون سبب في الحراره. كاين كذلك الناس كما كنعرفوا الناس اللي خدامين في البساتين كذلك، واللي خدامين في المتنزهات يعني في الجرادي اللي كاينين في يعني في المدن. نعم. وكذلك رجال الشرطه اللي كينظموا التسيير ديال الطرقات تيكونوا معرضين لهم على الشمس. نعم. وكاين كذلك الناس اللي كيكونوا تيبنيو في ورشات البناء. نعم. يكونوا في اماكن مكشوفه. وكاين الناس اللي هما كينظفوا الطرقات هما تيكونوا في اماكن مكشوفه، وحتى الناس اللي كاينين في الاسواق الاسبوعيه تيتعرضوا لهذا الشيء. نعم. اذا غادي نجيو من بعد وغادي نشوفوا الوقايه لكل فردين كيفاش كيمكن يتوقي من هذه المشاكل. كاين الناس اللي كيتعرضوا للحراره ولكن في اماكن مغلقه. كنعرفوهم. نعم. اللي خدام في المعامل عنده افرينه في المعامل كتكون واحد الحراره مفرطه. نعم. كاين الناس اللي خدامين في الفرارن يعني في الفرن. نعم. كاين في المخابز واما في المطابخ، وكذلك ربات البيوت في المطابخ ديالهم كتكون كتطيب الخبز وكتعرض للحراره، ولا كتكون حدا البوطه النهار كله هي واقفه يعني كتعرض للحراره. اذا فهما الاشخاص اللي كيتعرضوا للحراره. اذا فنقدر نعموا ان جميع الناس ما كيفلتوش من الحراره، خاصه النساء في البيوت ربات البيوت والناس اللي كيعملوا في الهواء المكشوف او في الاماكن المغلقه. فإلا جينا نشوفوا هاد الناس واش كلهم كيمرضوا ولا ما تيمرضوش؟ الاغلبيه ما تيمرضوش وبعضهم كيمرضوا. شكون هما الاشخاص اللي عندهم الارضيه مواتيه باش تاثر عليه الحراره؟ الحراره. نعم. كاين عندنا الناس المسنين، كتعرفوا الانسان كيوصل لواحد السن ما تيبقاش عنده هذيك المراقب البيولوجي ديالو كيتحكم فيه. يعني ما كيحسش لا بعطش، ما كيشرب شاي، ما كيحسش بالحراره كتجي بزاف، وخا يعرق وخا كذا ما كيكونش تجاوب جسده مع المتطلبات ديال الحياه. الانسان مسن. كاين اطفال صغار كذلك تا هما ما تنتابوش. هادو هما في السن، فارق السن ما بين الشيوخ وما بين الاطفال اللي كيتعرضوا للحراره. كاين الناس اللي كيلبسوا ملابس خفيفه، هذاك إذا كان في الهواء المكشوف أو في الأماكن اللي مضغوط عليها وفيها حرارة كثيرة، حتى هو كيتأثر بالحرارة أكثر من الإنسان اللي كيكون تيلبس الحوايج. بالنسبة لكذلك الإنسان اللي عود نفسه أنه دائما تياخذ واحد الدوش يعني ديما كيستحمم بالماء بارد، هذاك ولا تيعيش في واحد المكان اللي تيكون فيه تكيف هوائي، هذاك تيكون ساهل باش يتعرض للحرارة أكثر من الناس الآخرين. إذا كاين ناس اخرين اللي كيديروا المجهودات الجسديه الكبيره، هادو كيتعرضوا للضربه الحراريه وتيكون تاثير الحراره عليهم اكثر من الناس الاخرين. وكاينين بعض المرضى يعني انسان تيكون عنده امراض اللي كتكون هي مهيئه باش يمكن الحراره تغير تغلب تاثر عليه. السيد او السيده يخرج من البيت ديالو باش يمشي يتقدى ويرجع كتضربوا الشمس، يقول لك انا ما خرجتش الشمس غير واحد خمسة دقائق. نعم. هذا شكون هما الناس؟ خمسة دقائق تضرب فيها. تضرب فيها. نعم. إذا هاد الناس هادو اللي تيكونوا تيشكيو من القلب والشرايين. أمراض القلب والشرايين، ولا الناس اللي كياخذوا الدواء اللي هو مضر للبول، تياخذ الدواء ديال التونسيون اللي كيدر البول باش كتهبط ليه التونسيون. نعم. كاين كذلك الناس اللي كيشكيو من مرض الغدة الدرقية ديال مالادي بازدو. نعم. هادو تيتأثروا دغيا بالحرارة والشمس. وكاين النساء اللي كيوصلوا لسن الياس وكتكون عندها الازمه باقه معها ديال الحراره اللي كتحس بها داخل الجسد ديالها، حتى هي عندها واحد الاثار ديال الحراره الخارجيه على الجسد ديالها. هي واخا يكون احساس داخل الجسد لان كاين تفاعلات، كما ان ديك المراه كترى معرضه للحراره وكتزيد عليها حراره خارجيه وكتضب لها الاشياء، يعني كترى الاشياء متراكمه عليها. نعم. اذا هذا الجسد اللي كيتوقع عليه بحال هكا شنو كيدير؟ راه عنده طرق الحمايه ورد الفعل ديالو. اول ما كنديرو هو ان الانسان كيجبدوا ليه يعني كي العروق ديالو والدوره الدمويه كتمدد
إذا تمددات كيخرج ليه العرق. هذا العرق من أول من العناصر اللي كتبرد الجسد وكتدوز على الجسد. إلى لاحظتي أن الإنسان إذا كان في الشمس ولا جاته الحرارة كيعرق جميع جسده، رأسه أصابع ديالو يدو رجلو كاع، يعني المساحة ديال الجلد كتعرق، يعني لتبريد الجسد. نعم. هنا الإنسان خصو يستغل هذه الفرصة باش كيصاوب واحد الحجاب واقي ضد الحرارة. كيكون لابس الحوايج ديالو ديال القطن ومغطي جميع الجسد ديالو، مغطي به، ولا الملابس ديال الخيط يلبس السانتيتيك والنيلون داكشي تزيد يفقم الامر. اذا فهاد الانسان ملي كيكون عنده محجوب بهاد الملابس اش كيوقع ليه؟ كيوقع ليه عرق قليل، وذاك العرق تيبردو وكيبقى يتفاعل مع الملابس اللي هي كتسمى واقي ضد الحراره او اشعه الشمس. ملي كتجي كتلقى ان كاين سمك ما كتوصل مباشره للجلد، كاين الملابس، كاين الماء، كاين الجلد. الانسان تيبقى في واحد يعني في ملطف من ناحيه الحراره ديالو. هذا الانسان اللي كيوقع ليه هكاش شنو كيوقع لينا؟ كنتعرقوا كيخرج الماء، ولكن ما ننساوش بان كيخرج معاه الاملاح المعدنيه. نعم. ديال العرق. نعم، خاصه الكلوريد الصوديوم، الماده اللي كنلقاو في الملح اللي كناكلو مهمه هي في الذات، هي اللي كتعطينا الدوره المائيه داخل الجسد، كتحكم الدوره المائيه داخل الجسد. ماشي الدوره الدمويه لكن المائيه. هاد ملي كيوقع هذا المشكل شنو كيوقع للجسد؟ الجسد كيبقى يحمي نفسه كذلك باش كينقص من الحجم ديال الدم اللي كيبقى يمشي، كينقص منه ما يخليهش يمشي بواحد السرعه، وكينقص منه شويه وكيدوز الماء اللي كاين عنده الاماكن الخارجيه، يعني جهه الجسد، جهه الجلد، حيت الدم كنعرفوه مكون حتى بالماء. هذاك الماء اللي عنده كيسلف الجسد ديالو الخارجي واحد شويه الماء، دونك كينقص ليه واحد شويه الفوليوم ديال لا سيركيلاسيون دي سون. هنا اش كيوقع ليه؟ كيوقع بعد ارتفاع بعض النبضات ديال القلب. والانسان الا بقى عنده هذه العمليه كتكرر وجالس في الشمس وكل شيء، كاين اللي كتجي من جرائها. نعم. كيوقع ليه ضعف القلب من بعد. نعم، بمعنى كي من جرائها. نعم. يبقى يوميا كيدير هكا كيوقع ليه كذا. بالنسبه للحجاب اللي كنشوفوا بان كاين عندنا الاملاح المعدنيه كتخرج، هنا الانسان الجسد ديالو كيحبس الكلاوي، تيقول لهم شوفوا ما تخرجوش ليا تبول. هذاك الماء محتاج ليه داخل. كتصاوب واحد جوج هرمونات اللي كنعرفوهم، لونتي ديوريتيك ولا الدوستيرون، هذو كيحبسوا التبول باش يبقى عندنا الماء داخل الجسد وباش ما يخرجش الصوديوم بزاف. يعني شوف الجسد كيفاش كيتعامل. الانسان خصو يكون عنده هذا الوعي، راه جسده كله كيخدم وراه كيعطي من عنده، دونك كيقول لك اعطيني انت. من بعد نشوفوا كيفاش يمكن لك تعطي الجسد ديالك باش تعاونوا. اذا جلسنا في هذه الحراره شنو هي العواقب اللي كتوقع لينا؟ كاين عواقب وخيمه كتوقع للانسان. كاين اللي كيتاثر اغلبيه هو الجهاز ديال العصبي، الدماغ. نعم. ولا الجهاز ديال القلب والدوره والشرايين، ولا الكلي، ولا كتجينا الحمى اللي كتطلع. نعم. الانسان اللي كنسميها الكودسولي. الى الانسان تقاس ليه يعني اثرت عليه الحراره، شنو يوقع ليه؟ كيوقع ليه ما يسمى بالاغماء. نعم. يبقى جالس يفقد الوعي. كيفقد الوعي بس. ولكن قبل ما يفقد الوعي راه تيبقى يعاونو تيعلمو الجسد ديالو، تيقول ليه يا اخي راه غادي توصل لواحد المرحله فين غادي تفقد الوعي. تفقد الوعي. نعم. شنو كيوقع ليه؟ كيوقع ليه واحد الفشل، العياء. هنا خصو الا كان تيخدم في الشمس وعياء يمشي يرتاح، ما خصوش يكمل العمل ديالو. نعم. الا جاتو الدوخه كذلك كتعلمو. إذا جاء ألم في الرأس ماشي صافي راه غير الرأس غنشرب دولي بران ولا نشرب هذه وغادي نرتاح، لا أبدا. راه قال لي سير ترتاح، راه بدات الآثار ديال الحرارة كتأثر عليك على الجسد ديالك اللي كتأدي للفقر. ومن بعد ملي كتبقى تزيد الأمور كيحس بالقيء بحال غيتقيا. ومن بعد تيجي القيء. نعم. وفي اللحظة الأخيرة اش كيجي؟ كيجي أنه إحساس بالذهاب إلى المرحاض، خصو يمشي للمرحاض باش يدير الغائط ديالو، بحال لا غتجي لا دياري. نعم. بحال كيوقع عليه اضطراب. اضطراب داخل الجهاز الهضمي. نعم. هذا الاضطرابات داخل الجهاز الهضمي هي اللي كتبين لي الاشارات اللي جايه من بعد. نعم. ومن بعد الى ما انتبهش كيتبدل اللون ديالو، كيرجع اللون ديال الانسان كنشوفو رمادي. نعم. وكيرجع الجلد ديالو بارد. هنا وصل لمرحله ديال الانعاش، والحراره ديالو كتنخفض. مرحله ديال الخطوره. نعم كتنخفض، والضغط الدموي ديالو كينخفض. هنا مشى للخطوره، مشى للانعاش. هنا هو اللي يتكلفوا بهذا الشخص. كاين كذلك الانسان كتجيب ارتفاع الحراره داخل الجسد، وارتفاع الحراره داخل الجسد تتاثر على الدماغ، وكدير نفس هذه المسائل اللي شفنا كامله تقريبا كيمر منها الانسان.
وباش يمكن هذا الانسان هذا يحمي نفسه. نعم. قلنا المسائل بسيطه، الا كان صايم نعم خصو يحدد اوقات العمل، اوقات العمل الا مشينا لاوساط الفلاحه والناس اللي خدامين في البساتين والى اخره، هادو عندهم اعمال حره ديالهم. نعم. ولا الناس اللي كيباعوا في الاسواق هادو حددوا الاوقات ديالهم. نعم. كنلاحظوا ان اللي كيبيع في السوق الاسبوعي كينوض مع الفجر مع 4 الصباح كيمشي للسوق، 8 ديال الصباح كيكون سال العمل ديالو على البيت ديالو، يعني لا حرج عليه. نعم. بمعنى كيحاول يغير. نعم. غير يعني المسار ديال الحياه ديالو، ولو انه تينوض بكري وجا بكري ما كاين مشكل. شهر رمضان انه صائم وكاين حراره، وحتى من غير شهر رمضان الى لاحظنا في الاسواق الاسبوعيه ملي كيوصل العشرة ديال الصباح كنلقاوها فارغه، الناس كلها كتمشي منها رغم ان كاين الماء وشرب الماء، الاغلبيه كيمشيو منها. يعني هما هاد الناس منظمين الاوقات ديالهم. بقى لنا الناس اللي ضروري عندهم اوقات عمل خصهم يقضيوها، هادو خصهم كما قلنا يلبس الملابس ديالو اللي هي كتحجبو على الحراره، سواء يتعرض للشمس او ما تعرضش للشمس. حتى ذاك الانسان اللي جالس في الفران ولابس ملابس خفيفه غادي يعرف بان هذيك الحراره غادي تبقى تعرقو اكثر، وذاك العرق ديالو ما غاديش يحجبو غادي يبقى يزيد يعرق ويعرق حتى ينشف، وملي غينشف غادي يوقع عليه ما وقع عليه القضيه ديال الاغماء. انا خدام في اماكن مغلقه ورغم ذلك وقع عليه ما وقع، خصو الملابس ديال القطن او ديال الخيط يلبسها. كذلك الانسان هذا بالليل الا كان تيخدم بزاف دائما بالحراره بالليل ياخذ الملح، ضروري باش كتكون عنده واحد الريزيرف ديال الملح ديالو. نعم دكتور. مخبي واحد تيخبي داك الملح ديالو في الجسد ديالو، ملي كيمشي ليه كيلقاه كاين عنده ما تيوقعليش هاد المشاكل. نعم دكتور. الوقيه ديال الراس. هنا الناس بزاف تيقول لك انا لابس كاسكيت راه بركه خدام ما كاين حتى مشكل. نعم. كاين شروط ديالها. نعم. الشروط الاولى ان اللون ديالها ما خصوش يكون غامق، ما يكونش غادي اللون كحل لا ازرق ولا تاثر على الانسان، وكنعرفوا بان اللون الابيض هو اللي ما كيخليش اشعه الشمس تدوز لك من 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 الوقيه، يعني كاسكيت وقيه الراس القبعه الجلد او الراس او الدماغ البيض تيحبسها. كاين قبعات كتلقى من الفوق سوداء ولكن الداخل ديالها ابيض. نعم. يعني كتحجب الانسان، ولكن الشرط الثاني هو ان ما تخصهاش تكون ملتصقه على الراس ديال الانسان. نعم. يكون واحد المسافه بينه وبين الراس باش كيكون التهويه داخل القبعه. ثالثا ان القبعه احسن وافضل ان تكون واقيه لجهه الاذنين والرقبه. نعم. يعني كتكون دايره. ولا لاحظتي في الحضاره ديال الانسان انه دار ترازة. نعم. كيلبسوها المكسيكا كيلبسوها المغاربه كيلبسوها جميع الناس. نعم. اللي كيخدموا في الشمس واللي كيكونوا كتوقي ليه الراس ديالو والكتفين ديالو والرقبه ديالو. كنعرفوا بان الرقبه راه فيها المركز اللي كيراقب الحراره داخل الجسم. نعم دكتور. نعم تبارك الله عليك دكتور على هذه النصائح القيمه اللي كتشرح لينا بطريقه مبسطه، اكيد المستمعين الكرام استفدوا معنا. شكرا جزيلا، غنتلاقاو بك غدا ان شاء الله. دائما المزيد من النصائح تابعونا كل يوم رفقه الدكتور رشيد بن عمي اخصائي في الطب العام بمدينه سلا.